أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وتاج المرسلين حضرة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائبة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على حضرة إمام الأولياء وسيد الشهداء مولانا أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على أمير معسكر الشهداء إمام الراية وحامل اللواء أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم سادة الكرام، أساتذة الفضلاء، أخوة الأحبة، أخوات الكريمات، ورحمة الله وبركاته. ولد في البيت الحرام ليطهره من الأصنام بعد حين، وضاقت الكعبة الغراء بوليدها الذي لم يدرك كنه معرفته إلا خالقه العظيم عز شأنه ومربيه ومعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لم نقف على اسم علي عليه السلام، ولم نرتبط بشخصه، ولم نميز صفاته وكراماته، ولم نتعبد بذكره إلا من خلال ارتباطنا بالإسلام العزيز وبرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، وبالله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولما طلعت شمس الإسلام في وجود النبي العظيم صلى الله عليه وآله وجدنا قمراً منيراً يدور في فلكه يقتبس من نوره ويشع على الأفق المبين لينير الليالي الظلماء، وكان ذلك القمر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فوجدناه في كل مكان، ووجدناه في كل زمان، ومع كل حركة وسكون من المسيرة النبوية الشامخة، في حراء، في المسجد الحرام، في البيعة، في الهجرة، في الحروب، عند الصلح، عند الوحي، عند الهجرة، حتى الاحتضار، وحتى في ساعة الوداع. إن الحدث الاستثنائي الخطير في ولادة علي من الخصائص الفريدة لمولانا أمير المؤمنين التي لم يحز فضلها أحد قبله ولا بعده أبدا، لأنها نالت شرفية المكان وشرفية الزمان. وفي هذه الليلة العظمى يجدد أتباع أهل البيت عليهم السلام في مشارق الأرض ومغاربها انتماءهم إلى مدرسة القرآن، تجسيداً لأنشودة العقل والروح والفطرة السليمة. اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. في هذه الليلة يقترب وجه السماء من وجه الأرض، حيث تتوحد القلوب في نبضاتها باسم علي، وتترنم النفوس بحروف علي، وتتعالى الحناجر السماوية
والأرضية بهتافات يا علي. في هذه الليلة تتشرف الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بإقامة الحفل المركزي البهيج إحياءً لميلاد سيد الموحدين وقائد الغر المحجلين وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويكون الافتتاح لهذا الحفل المبارك بتلاوة جماعية لفرقة أمير القراء في مركز المشاريع القرآنية التابع للمجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة. فحيوا خدمة القرآن بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الحضور الكريم، أفلح وتبارك من صلى على محمد وآل محمد. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل الكبير المتعال.
الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يوفون بالنذر
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صلوا على محمد وآل محمد. وإلى شهداء مسيرة التضحيات في عراقنا العزيز، وإلى من مضى من علمائنا الربانيين، وإلى شهداء فتوى الدفاع الكفائي المقدسة والقوات الأمنية، نقف لنقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. الفاتحة. أحسنتم كثيرا، جزاكم الله خير الجزاء. ونجدد الترحاب بكم أيها الأحبة، أيها الموالون، أيها الصادقون، يا عشاق اسم أبي تراب عليه صلوات الله وسلامه، والذين يجتمعون اليوم في هذه البقعة الزكية المباركة ليحيوا بها النفوس، فذكر علي إحياء للنفوس وترقية في رتبة الانتماء لمدرسة القرآن وأهل القرآن. وتأتي كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة في هذا الحفل المركزي البهيج، يتفضل بإلقائها جناب الأستاذ الدكتور مشتاق العلي، فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي باب ندخل إلى حرمك وأنت باب مدينة علم الرسول؟ في أي بيت نبحث عن خصالك وأنت وليد بيت الله؟ وبمن نقارنك وأنت نفس الحبيب صلى الله عليه وآله؟ الحديث فيك وعنك ذو حيرة، لا لشيء إلا لأنك علي. الحضور الكريم، سأورد على مسامعكم المباركة بعض أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين عليه السلام، فهي خير الحديث بعد كلام الباري جل جلاله. أعلم أمتي من بعدي علي، أقضاكم علي. يا علي، سلمك سلمي وحربك حربي، وأنت العلم فيما بيني وبين أمتي. علي بن أبي طالب أخي ومني، وأنا من علي، فهو باب علمي ووصيي. علي يعلم الناس بعدي من تأويل القرآن ما لا يعلمون. ذكر علي عباده، من سره أن ينظر إلى آدم في علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في خلته، فلينظر إلى علي. من سره أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى يوسف في جماله، فلينظر إلى علي. ولعلنا لا ننتهي من إحصاء فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ولو بعد حين، وقد بين استحالة ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حين قال: لو أن الرياض أقلام، والبحر مداد، والجن حساب، والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. ولربما نحن اليوم أحوج ما نكون لأنفاسه، كي نطمئن في ظل تزاحم الشر على الحق، فنستذكر قوله تعالى في وصف حال الخلق في معركة الخندق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من كان المنقذ في هذا الخانق؟ إنه علي بن أبي طالب، بنص الباري حين قال: وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، كفاهم بعلي. ونستمر في سرد بعض فضائله، فلولاه ما جمع القرآن بين دفتيه، ولولاه لضاعت اللغة العربية وهي لغة القرآن. فبفضله تأسس النحو حين أمر صاحبه أبا الأسود الدؤلي بكتابة أول رسالة في النحو حين قال: الكلام اسم وفعل وحرف. ونحو نحو ذلك. أيها الحفل الكريم، أنتم من يجتمع لإحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام، الذي هو إحياء لأمر الله جل جلاله وأمر دينه. لم يكن اجتماعكم للاجتماع فحسب، فهو اجتماع على حب الله ورسوله ووصيه والأئمة من ذريته. لذا أقول لكم: طوبى، كما قالها نبيكم صلى الله عليه وآله حين أبان: طوبى لمن أحبك
وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب عليك. الحديث عن أمير المؤمنين لا ينتهي، ولذة ذكره لا تقف عند حد، والاجتماع في حضرته دائمة الشكر والحمد. لذا لا يسعني في ختام حديثي إلا أن أشكر سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة والأمانة العامة عبر تشكيلاتها كافة لما يبذلونه من سعي دائب لإحياء المناسبات المباركات، ولا سيما الولادات الميمونة لأهل بيت النبوة عليهم السلام. وأشكر الحاضرين جميعا على احتفائهم الفذ لأميرهم المفدى علي بن أبي طالب عليه السلام، سائلا المولى أن يشملكم ببشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حين قال: يا سلمان هذا، وأشار إلى علي وحزبه هم المفلحون، جعلنا وإياكم من حزب المفلحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لذكر علي صلوات الله عليه تنال فضيلة الصلوات على محمد وآل محمد. ومن حيث انتهى أستاذنا الدكتور مشتاق العلي، أن نحشر في زمرة علي وآل علي، واجتماعنا اليوم هو لتجديد الهوية التي حظينا بها منذ ذلك الغدير الأغر الذي انبثق من وجود محمد صلى الله عليه وآله، وقدم أتباع أهل البيت عليهم السلام لتلك الهوية الإلهية الشامخة الأرواح والأرواح. ومن حيث أشار أستاذنا الدكتور مشتاق العلي، في تلك الجنان نحظى بإشراقة علي وفاطمة، ولم لا يكون ذلك ونحن نستشعر يوما بعد يوم هذا القرب وهذا المثول، بدءا من تشرفنا بساحة مولانا سيد كربلاء أبي عبد الله الحسين، وساحة مولانا سيد الماء أبي الفضل العباس عليه السلام، وبتلك الرواية النبوية الشريفة التي تقول: فبينما أهل الجنة في الجنة بعدما سكنوا فيها، وإذا بهم يرون شمسا فيقولوا: يا رب أولم تقل في كتابك المنزل على قلب حبيبك المرسل لا يرون فيها شمسا، فيأتي المنادي ويقول: إنه ليس نور شمس أو نور قمر، وإنما علي وفاطمة تعجبا من أمر فضحكا فأشرقت الجنان بنورهما. رزقنا الله ابتسامة علي ساعة الاحتضار وساعة لقيا ولده عند باب الجنة. أمنوا معي وقولوا آمين. ونأتي إلى واحة الأدب في ساحة أجر الرسالة، ويحق للأديب أن يستقرض قطرة حبر ويستجمع الحروف والكلمات والأصداء ليصيغ ويصوغ نافلة ولاء في حضرة علي. ومع الأديب الدكتور حازم رشق التميمي كمشارك في مثول في ساحة مولى الموحدين، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
الحفل الكريم، صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحق الضوء يلمع في القباب، نحبك يا تراب أبي ترابي. وحق الضوء يلمع في القباب، نحبك يا تراب أبي ترابي. كأن مذ ولدت نرى حسينا وعباسا ودينا في الرقاب. فلم تك تسعة حملتك فيها، ولكن عمر أدعية صعاب. مخاض الدهر مذ وارى أخاه، وحصحص أمر ربك في الغراب. ومذ كانت دخانا واستقرت سماوات على عرش مهاب، بساق العرش خط هناك حرف من العالي العلي في الانتساب. وكان لآدم كلمات بشرى لينجو بعد ذاك من العقاب. وخبر عن جبريل نبيا أخاك أخاك في يوم الضراب، ليفصل بين ذاك وبين هذا، وفي الأصلاب سر الاحتراب. وكم كانت سؤالا مستحيلا، وليس سواه فيها من جوابي. وتيها ظامئا وغدا شحيحا وأوهاما وأحلام اغترابي، لينشق الجدار وحار فكر بكيف الضوء يولد من ترابي. وكيف مصائر الماء استدارت بخاتمه لتكفر بالسراب. وكيف بمهده يستل سيفا، تهدهده بمهد أم قراب. وكيف الدمع يطلع ساكبيه ليحتفلوا على هذا الرحاب. وكيف الأمهات بيا عليا تهون بالدعاء من المصاب. فشاءت آية التطهير كفا تعمر بيته بعد الخراب. ومنه إليه جيء به وليدا، بلثغته أتى فصل الخطاب. وقيل بها الأتى ولقد أتاها، وصي محمد بعد الغياب. وعنه صرائف الفقراء تحكي إذا ما زارها خبز الثواب. بثغر الزاهدين نما شعارا، علامته بها رقع الثياب. وسار بها صراطا مستقيما، وقام بأمرها عدل الكتاب. فبيت المال فيه يظل بيتا، وإن من قبل صار للاغتصاب. وبيت المال فيه يظل بيتا، وإن من قبل كان بغير باب. وبين اثنين
من عشق وبغض تأول في اجتناب واقتراب، فلم يجد الذين به استفزوا سوى أن يجنحوا نحو السباب، فكانت فلتة وتلقفوها وسوءة سادرين على انتهاب، وأثقل ما تكون على قلوب تعودنا المسير مع الذئاب. أبا الحسنين قافية شرود تلجلج في الإياب وفي الذهاب، وجدناك الأبوة أريحيا وبابا للإله بلا حجاب، وماء سائغا بل سلسبيلا، فكيف نزوغ عن هذا الشراب؟ إذا ما صاح إسرافيل فيها فنظرة شافع يوم الحساب، فنظرة شافع يوم الحساب. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم. أحسنتم أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. ويأتي دور قصيدة من شاعر أفنى عمره في ذكر أهل القرآن. هو دائما يقول أن كل ما لدي منهم صلوات الله عليهم، وكأنه يستشعر أنهم أغدقوا عليه في كل حياته، في كل جزئيات حياته، يتشرف بأن يكون خادما عند أعتابهم، ويتأمل أن يحشر خادما عند أعتابهم في الجنان مع شاعر أهل البيت جناب الفاضل أبو محمد المياحي. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. هاي الناس ناشد ليش محتارة؟ أنا المختار حيدر، الله مختاره. هاي الناس ناشد ليش محتارة؟ أنا المختار حيدر، الله مختاره. الله النصبه، والله اللي قال له تصير، والله السلحة والطاه فقارة. عندك اعتراض اعترض عالسوا، انا شفت ازلمه وجلبت بكتارة. عندك اعتراض اعترض عالسوا، انا شفت ازلمه وجلبت بكتارة. جبت على العدالة جوخوا بالنار، جبت على المراجل ما يذل جارة. أسأل على الحروب فارس بدر وحنين، ظل وحده بأحد والربع فرارة. أسأل على الحروب فارس بدر وحنين، ظل وحده بأحد والربع فرارة. نزولا عند أمر السيد أفضل، ما همني دور الزمن إن كان لي يا علي، واليوم أحس الفرح كل الفرح يا علي. ما أخون أنا بعشرتي اشهد علي يا علي، يا من تربي الدغش المن يا عمي تراب، دثرت شيحة مطر وتريد منها تروب تراب. بس انت در يا علي والناس كلها تراب، كشور هاي البشر والرسول الباب، متمسكة بحبهم بس اللي عدها الباب
يا سامع عردن شدك يا جف دحاها الباب جف اللي قالها النبي أهلا هلا مرحبا صدر الصميدة رحب يوم الوغى مرحبا وبكل شي عادل علي حتى بطبر مرحبا من طبر جسم العدو حامل حمى عادله يبتسم بالمعركه عقد الوله عادله خسران بد ما ربح كل الذي عادله يا من تحب هله ويا من تضد ولي عليك باشر علي وياي حيدر ولي والينا حامل حمى ما نرضى غيره ولي ونزيد بمحبته كل ما زمن نجار خلينا نجلك علي عشوك نشبع جار جيرانك احنا علي وندريك حامل الجار والوقت بوجوهنا قفل ابوابه وسد قل عنت يا بالحسن لجل اللي يحبك وسد معروف بالمعركة فارس يا حيدر وسد عليت كل العدة يغسل عدو عللك تعرف بكل العلل ما حد عرف عللك رادوك تنسى علي ورب العرش عللك للدين يا ابو الحسن منه اللي غيرك حمى والما هو محبتك ريت انت طقه حمى يا من بشدة طحت قوم انخ حامل الحمى ولا تسأل على الجرح شلي نزف شده بالصبر يا سامعي جرح القلب شده بصيح يا بالحسن لا ما تظل شده باسم الوصي صيحتك الرب العرش ودها اللي تود الوصي يا سامعي ودها منه اللي غيره برز من صاحبه ودها غير الصميدة علي لا ما برز لوحد وبركبته المرتضى سن الفقارة وحد مولى انت يا سيدي صرت على كل من وحد وحتى اللي ضدك ندب وقت الشدد يا علي أحسنتم لذكر علي صلوات الله عليه ولسلامة المؤمنين والموالين الصلاة على محمد وآل محمد. لسلامة هذا الخادم المخلص الوفي وسلامتكم نسأل الله تعالى في هذا الجوار المبارك بحضرة مولانا سيد الماء أن ترزق يا أبا محمد المياحي وجميع المؤمنين الحاضرين ومن يسمع صوتنا وجميع الموالين في مشارق الأرض ومغاربها بإشراقة من روح علي صلوات الله عليه تداوي بها الجروح إن شاء الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ومع خادم الإمام الحسين صلوات الله عليه وخادم أبي الفضل العباس عليه السلام مع خادم العتبتين المقدستين مع مؤذن العتبتين المقدستين وقصيدة للشاعر الأستاذ علي الكعبي حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في حضورك نستشف دروسا؟ أم في ضريحك تستطيب نفوسا؟ شتان كنت الغيث يأمله الورى، وسواك داج عيشه مطموسا. عرفوه أسخى من يجود بكله للعاديات وقد رأته عبوسا. عجبا يساق إلى السقيفة من به طوعا توالت للرشاد نفوسا. وهو الذي ناداه صوت محمد مني عليا كهارون إلى موسى. أقول لرحم اللي انقلك ميمون، أو سر الكعبة مو أوهام، هابا انتش كثر معشوق لجلك تنحني الأرحام. أمك من تصد بالعين للركن اللي يضم أصنام، تحسن بيك لن واجف مغضب ما تريد تنام. لجل هذا تشقق ليك جدار الكعبة يا ضرغام، بيت اللي حمر رسمك سجل شرف للإسلام. على حب علي وآل علي نصلي وإياكم على محمد وآل محمد. القصيدة إن شاء الله نأخذ مقتطفات لأن طويلة، وأرجو أن تساعدونا إن شاء الله في الجواب، وما أطول عليكم. يلي كلك الإلهام يا عمود الإسلام، يلي كلك الإلهام يا عمود الإسلام، يلي كلك الإلهام يا عمود الإسلام. يا بالحسن بيكن فتن قلبي وعلن هالبيعة، حبك فرض ما ينقرض واجب علينا نطيعة. يا بالحسن بيكن فتن قلبي وعلن هالبيعة، حبك فرض ما ينقرض واجب علينا نطيعة. يلي كلك الهام يا عمود الإسلام، يلي كلك الهام. قرآن يمشي على الأرض طول وعرض ملكه، مثل السجل عقل بعقل روح النبي حملها. وزن بوزن ثقل المحن ميتل ولا يملها، فاروق أمة طه للحق والعدل أملها. حكمتك حكومة حاضر بكل حومة، حكمتك حكومة حاضر بكل حومة. خط القلم نور وعلم تاج على راس الشيعة، حبك فرض ما ينقرض واجب علينا نطيعة. يلي كلك الهام آه، يلي كلك الهام يا عمود الإسلام. معجزة رب الكونك من قدرته العجيبة، سر أمه خلاها بوسط بيت الحرم تجيبه. اشتحمل عقل نعمة وفضل يا قائد الكتيبة، للنبي هارون صرت وهم صهره من سيبه. يلي كلك انصاف الخصم منك يخاف، يلي كلك انصاف خاصم منك يخاف. خادم صرت للمصطفى بميدانه وتشريعه، حبك فرض ما ينقرض واجب علينا نطيعه. يلي كلك يا عمود الإسلام، يلي كلك الهام. خير العمل هو وأمل
كل مؤمن وموالي، احنا الروافض ما نفض هذا العشق للتالي. خلي يسمع المال ورع حدر امامي الغالي، حامل حمى خلي يفهمه كل ناصبي وعذالي. على العهد ما ننساك يا مجيب اللي ينخاك، على العهد ما ننساك يا مجيب اللي ينخاك. كل ما يمر عام ونظل نجدد احنا البيعة، حبك فرض ما ينقرض واجب علينا نطيعة. يلي كلك الهام يا عمود، يلي كلك الهام يا قطب عالمنا الرحب، يا ذكر باقي للأبد. يا المرتضى حبك صبح نور وتعلب لا عمد. للمرسل ذراع وحمى بكل ملحمة انت السند. راية الرفت بالنصر صاغلها من عزم العمد. سيد الرماية انت أعظم آية، سيد الرماية انت أعظم آية. بك العدا مترددة ضاقت عليها وسيعة، حبك فرض ما ينقرض واجب علينا نطيعة. يلي كلك الهام، يلي كلك الهام، يلي اسمك بساق العرش وش قد لك براهين. يل سايلتني عن إمام الراحة والرياحين. بمملكة حادر نخضع كل دولة السلاطين، حتى الشمس لجلة دنت وتعلمت قوانين. بسمة لو تراتيل لا فتى من جبريل، بسمة لو تراتيل لا فتى من جبريل. كل ما نطق فهو صدق رب العلا سميع، حبك فرض ما ينقرض واجب علينا نطيع. يلي كلك الهام، يلي كلك الهام. أمير المؤمنين يا أبا الحسن، يا علي كم آية تختص بيك نزلت وبمحلها تنذكر بنا فتحنا وانت للسورة أملها. انت حادر وانت لجدار وانت للزهرة بعلها، من السماء جدتك هدية فاطمة وانت كفلها. زاكية بكل المعاني من فرع طيب أصلها، بيت محمد، بيت محمد وهي فرقد علت فوق الدرر كلها، هي خاتم من زمرد يا علي وانت شذرها. صلوات، صلوا يا قوم على طه الأمين، أكثروا الحمد لرب العالمين. خاتم الرسل أمين المؤتمن، فرض السنة واجتاح الوثن، وعلى ليث الوغى نبض البشير، صاحب البيعة في يوم الغدير. أرعب الموت بساحات الوغى سيفه في كل خطب إذ طغى. باسمكم قال إلهي شيعتي كيف أنساكم وأنتم ثقتي. كم تسابقتم لنيل الشرف عندما قبري غدا في النجف. واذكروا أم الهدى المؤمنة بنت طه السيدة الممتحنة، جد فيها الخطب والضلع بدا شاخصا للموت مكسورا.
نورا غدا وعلى السبطين مشكات الدجى أشرف الخلق وباب للرجاء فبفضل الله عمدا قد رسى قارب الحب بأصحاب الكساء علموا الدنيا على مر العصور كيف يحيى الحر فيه دنيا الكفور لذ بهم وارجوا مرادا مفعما هم نجوم الله أرضا وسماء فعليهم صلوا ثم استغفروا في حمى الباري جميعا تؤجروا والسلام. وما دامت هذه القلوب قد أنشدت لعلي صلوات الله عليه وأطلقت لها المدى فلنكن في رحاب هذا الإنشاد لذكر علي صلوات الله عليه مع خادم الحسين عليه السلام المنشد والرادود الحسيني مرتضى الحميداوي حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله يا الله النور والإيمان في قلب من صلى على محمد وآل محمد. غلا يسار واستخف يمين غلا يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين يا علي تجفى وتعبد والضغائن تغتلي تجفى تعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعين أبا تراب أبا تراب وللتراب تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون صلوات كانت هذه الأبيات إلى الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. مولاي يا علي يا علي يا علي لما ثلث مرات صاحت علي لما ثلث مرات صاحت علي لما طلقت بيت أسد والبيت لما
الفرحة بمولده مو فقط شنو لما الكعبة وبيت أسد فرحة ين سوي صلوات يلا وياي وياي أول فرض كان قالوا لأهلي مفرض على ناس حبك يا علي قولها مفرض على ناس لا أعلى قول يا علي يا علي مفرض على ناس حبك إيه أول فرض كان قالوا لأهلي مفرض على ناس حبك يا علي مفرض على ناس يا علي يا علي أول فرض كان قالوا لأهلي مفرض على ناس حبك يا علي مفرض قولها وياي وقت الزغر أول لفظ سميته ومن كبرت أكثر بشر سميته الما يحبك بالقهر سميته أقعد وقوم ألهجك يا لتحضر يا حيدر يا حيدر يا قولها يا حيدر يا حيدر يا الرايد انساه اسمع ما يلي شنو مفروض على ناس حبك افرح افرح الليلة يلا مفروض على ناس أول فرض كان أول فرض كان قالوا لأهلي مفروض على ناس يا علي يا علي أقسم بمن قالوا كتب رباني تنصيبك من الله أمر رباني أنا الذي حبك علي رباني أنا الذي حبك علي رباني ومن الطفولة يا علي أتوزار يا حيدر يا حيدر قولها بعد يا حيدر يا حيدر يا علي يا علي النايبة بك كلها تنجلي مفروض على ناس حبك قول يا علي ما تخسر شي مفروض يلا أول فرض كان أول فرض كان قالوا لأهلي مفروض على ناس يا علي يا علي مفروض يا علي يا علي ناداك رب العالية لبيته ومهدك صبح موش بخشب لابيته مصاحب الما يعرفك لابيته وصويح بلي يندب علي من يعثار وصويح بلي يندب علي من قولها يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا علي يا علي يا علي يا العلم عصيات صحت سهلي مفروض على ناس حبك يا علي يا علي مفروض على ناس يا علي يا البشدد أهل العزم لا ذولي وعداك ما لاح وظفر لا ذولي لا ذولي لترابك اجوا لا ذولي لا ذولي لترابك اجوا
لا ذولي مول اسمك يروحون في دول قنبار، مول اسمك يروحون في دول. قولها يا حيدر يا حيدر يا حيدر. أول فرض كان، أول فرض كان، قالوا لأهلي مفروض على الناس حبك. هنيئا هنيئا لك مفروض. يا علي يا علي حرمت إلهم بس لك حللت. أصعب سؤال على الخلق خادم الحسين السيد ياسر الجابري. الحرمت إلهم بس لك حللت. أصعب سؤال على الخلق حللت. كل من يبغضك يا علي حللت. شبي مدري ابن من ما لقيت المصدر، مدري ابن من ما لقيت. قولها يا حيدر يا حيدر يا حيدر. يا علي يا حيدر يا حيدر يا حيدر. يلا يلا خبر عاجل والمآذن كبرت واسمع صدى والسما بلهفة ذيعة ونور الدنيا شحلا. علي اسمه كل رحمة، ها علي اسمه. ما اسمعك ما اسمعك. علي اسمه يا علي يا علي يا علي اسمه. يا علي هالولادة والله نعمة، هالولادة والله نعمة. يلا خلن هالنطاها والحسن وحسين وامه اللي يلا يفرح كل شريف. صلوا على هادي وعترت فاطمة جابت مضيف، فاطمة جابت مضيف. علي اسمه كل رحمة، ها يا علي يا علي. علي اسمه كل بميلادك اليوم فرحان الموالي. يا حيدر يصيح قول يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. بميلادك اليوم فرحان الموالي. يا حيدر يصيح صوت الفرح عالي. يا هو بغلاتك يا غالي واغله غالي. والينا بس انت الوالي، والينا والينا بس انت الوالي، والينا بس انت الوالي. نصيح بعلو الصوت يا حيدر يا سندنا يا سندنا. قول بعد يا علي لقضاء الحوائج وشفاء المرضى الليلة من جوار مولانا أبي الفضل العباس ومولانا أبي عبد الله الحسين. قول يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. نصيح بعلو الصوت حيدر يا سندنا يا علي. ونصيح اش ما قمنا وقعدنا ونريدك هناك هناك هناك. يا علي لو قرب وعدنا احضر لينا يا ابو الحسنين. احضر لينا حضر لينا يا ابو الحسنين. حضر لينا يا ابو الحسنين. حضر لينا يا ابو الحسنين. احضر لينا يا ابو الحسنين لذكر مولانا امير المؤمنين. صلوا على محمد وآل محمد وبأعلى الأصوات.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم وطابت هذه الحناجر التي تجاوبت لذكر علي صلوات الله عليه. وفي رحاب ميلاد مولانا أمير المؤمنين قد أجريت مسابقة إلكترونية في مفاهيم عن شخصية أمير المؤمنين وسيرته العطرة، وكان عدد المشتركين الكلي 3,083 مشترك، وعدد الإجابات الصحيحة 1,883 إجابة، والإجابات الخاطئة 1,200 إجابة، وعدد الفائزين 10 من الذين شاركوا في المسابقة الإلكترونية. والآن نبدأ إن شاء الله بتوزيع الجوائز على الفائزين 10، وأدعو ابتداء جناب السيد محمد الشيقر عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. حياكم الله سيدنا. المشترك الفائز من محافظة ذي قار إحسين خالد حمدان الغشيماوي، إحسين خالد حمدان موجود إن شاء الله. الفائز الآخر من كربلاء المقدسة علي طالب كاظم العرداوي، والمشترك الفائز من محافظة واسط محمد عبد الأئمة بادي المقصوصي، محمد عبد الأئمة بادي المقصوصي. والفائز معا حسن كريم آل بن حاجي من ذي قار أيضا، معا حسن كريم من ذي قار. والفائزة أكرام محمود كاظم الجادر من بابل، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا جناب السيد، شكرا جزيلا لعضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة السيد محمد الشيقر. وأدعو الآن مدير مكتب المتولي الشرعي دام عزه جناب السيد الدكتور أفضل الشامي إلى المنصة، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. قد وصلنا إلى الختام، فنحن بأمس الحاجة إلى صلوات تليق بذكرى مولانا أمير المؤمنين. الفائزة أفراح صافي ناجي السالم من البصرة، أفراح صافي ناجي السالم من البصرة. والفائزة من كربلاء المقدسة إيمان عادم غير العلي، إيمان عادم غير العلي. أي نعم، قد تتفضل. الفائزة أكرام محمود كاظم، عفوا أفراح صافي ناجي السالم من البصرة، وإيمان عادم غير العلي من كربلاء المقدسة. والفائزة بيداء فراس عباس من بغداد،
بيداء فراس عباس من بغداد، والفائزة فاطمة ستار جابر الجرياوي من بابل. فاطمة ستار جابر الجرياوي من بابل. ومن النجف الأشرف الفائزة معصومة محمد عبد الواحد الياسري. الفائزة معصومة محمد عبد الواحد الياسري. شكرا جزيلا لجناب السيد الدكتور أفضل الشامي مدير مكتب سماحة السيد المتولي الشرعي. بالنسبة للأسماء الفائزة إن شاء الله يراجعون قسم الشؤون المالية في العتبة المقدسة لتسلم الجوائز. إلى هنا قد وصلنا إلى ختام هذا الحفل المركزي البهيج الذي حتما سننال فيه البركات من ذكر علي صلوات الله عليه، حتى نتشرف وتتشرفون جميعا بهذا المثول. لكم منا دعاء خالص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.